سين كارا، ما في اعلق لك، ما في اعلق لك يا اخوان. سلام سين كارا، برينج كوفي فور مادامز. مادامز افيك اس لانه بلوريال اثنين. برينج كوفي، ميك 20 بوش ابس. ايه 20 بوش ابس شو يعني؟ لو كان بوش ابس هو بيعملوهم بالرياضه، بوش اب ومش فاضي وحرام. شو خاصه هيدي تعمل بوش اب؟ لو عم بدفع لها 100 دولار اخر الشهر حبيبتي، شو كلمه بتتم؟ عم حط دم قلبي 100 دولار بدفع لها اخر الشهر، يا تشتغل هذا المصريات يا ما بدي اياها. ممنوع تقعد هيك، هي ممنوع القعده عندي. تعمل 20 بوش اب بتخلصهم بترجع تجي بعطيها شغل، ممنوع تقعد. اخ طيب هلا شو بدنا؟ خبريني انت كيف 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 صار معك الحادث؟ كيف الاكسيدان؟ شو بدي اخبرك يا رولا؟ شو بدي اخبرك؟ يعني اذا سنة 2000 مبلشة هيك نازلة بصاربة من السهرة، انا نازلة بشارع عبد الوهاب. ايه وبيطلع حضرته المسيو طارق سكرة. اه هو هيك اسمه؟ لا طارق سكرة سكران اسمه. اه ايه طلع من المطلع حضرته، لا امن طريقه ولا شيء، وطلع بوجهي فجأة انا بدون فريم بدون شيء. دج دج عم بقول لك بدون فريم، بوف دج قال بوف وطلوع. قال لك اللي سمعت انا بوف، يمكن هي اكثر ما بعرف شو هي. وحياتك يا رولا شو بدي اخبرك؟ كسر كسر السيارة يعني؟ انا فرقانة مع السيارة، اخر هم السيارة انتزع الميك اب تبعي. فجأة الشريعة سهلة ترسيني الميك اب منزوعة ما حدا سمعها بعد. ومش بس انتزع الميك اب، انكسر ظفري. يا ليش يا فاضي؟ وانا شفت لك ظفري مكسور يا رولا، انا شفت لك ظفري مكسور. اخوتك نزلت من السيارة واللي ضليتني محافظ على الرواق، يعني تعرفين انا كيف بتعاطى مع الناس بتهذيب يعني. ايه نزلت من السيارة مثل تهذيب واخلاق. شوفي هو شو طلع بلا اخلاق. ليش؟ قلت له حضرتك حيوان شيء؟ شو حيوان؟ بهيم ما مأمن طريقك يا حيوان يا حمار. قال زين كيف بحكي هيك انا بلا اخلاق؟ في اختي طريقة تهذيب. قلت له حضرتك انتبه، حيوان حضرتك مش يا حيوان مثلا. ايه معك حق. ايه على البسيطة يا مدام بنصلح السيارات، الحديد بيتصلح. قلت له حبيبي حديد بيتصلح بس الضفر شو بينعمل له؟ تيجي بتنطر معي ثلاث اشهر طيب جاي يطلع؟ خد خد. وهو لقى حاله بشارع صار بده يعلي صوته. اه انه هو بشارع عادة كثير وقح يعني انه معه حق بشارع؟ لا شوفي حبيبتي، هو لقى حاله بشارع بالطريق، بشارع عبد الوهاب الانجليزي. اه انه بالطريق صار يعيط، اخذ راحته ويصري ويتمرجل. قلت له ليك حبيبي اذا انت شارب ويسكي انا شارب حليب سبير. برافو عليك فادي. وطلعت الصرخه يعني. مين تدخل؟ عبد الوهاب. مين عبد الوهاب؟ لك عبد الوهاب الانجليزي صاحب الشارع. وقع على الضربه نزل. يا حرام شو هالعبد الوهاب، شو كويس يا رولا بلا ذكرك حضرتك، شو هالعبد الوهاب هذا؟ لا نزل بالبيجامه من بيته، وقع قوة الضربه، نزل بالبيجامه مثل ما هو. يا حرام. ونشر عرضه بالانجليزي، ما هو عرضه هذا انجليزي ما بيحكي عربي. وات ذا فاك ار يو دوينغ؟ عيط عليها لو كنت فاك اوت اوف هير. هذه المرة المرة معسرة وين تستقوي عليها؟ نشروا ونزلت العائلة كلها، أخته وحماته وشو هالجماعة. بلا زغرة يعني. نزلوا نشروا للزرع بالإنجليزي ودعوسوه وبالإنجليزي كله الدعوة. طبعا ليه غير شيء؟ إيه ما دعست الإنجليز بيدعسوا وبيبرموا إجرهم. أخ تخ ما في بيبرموا إجرهم. أوكي. وتمت لك الدنيا. مين سمع من فوق من الشارع الفوقاني شارع سامي الصلح؟ سمعوا سامي، نزل سامي من فوق. سامي كمان نزل؟ نزل سامي الصلح. قالنا يا جماعة في للصلح مطرح، قلنا له بليز ما تتدخل كمان، بنشر عرضه بالعربي. ونزلوا التموا الشوارع كلها، أصحاب الشوارع رياض صلح سامي، ونزلوا طلع من تحت كلهم جمعوا قولي نشروا عرضه للزلمة. ورجعنا حليناها حبية، قالوا له شو هالمرة فكرك إذا نعمة ومهزمتي كلها راسها؟ يا ويلي يا فادي. لا لا قولي حلت معي صار شي كتر خير الله، طلعتوا كفين واعتذروا مش الحال. طيب أنت شو صار لك تردربت؟ شو ليه حاطة الكوليه؟ رحنا على على السبيطار على المستشفى. إيه تنصور. إيه ومثل العادة هن شافوا لك رقبتي هالحكمة شو هالرقبة وما مرق علينا، هذا الحكيم عم بيصور لك فانتافيل مع تصوير الرقبة. لا ايه شو عجبتهم؟ ايه خبرتهم خبرتهم جماعة. لا لا سنة 2000 بلشي هيك يعني تمام. وايه بيتغزل في اللي ما دام انا مرق علي رقاب مفكوكة يعني، بس مثل هالرقبة مش مرق علي. قلت له بعد ما شفت شيء مسيو انا هيدي الرقبة كانوا يموتوا عليها انا يعني اصغر أيه من هيك. قلت أيه له عيد الرقبه في 7-8 قتلة، في 7-8 قتلة برقبتي انا. بتحكيني قال لي عن جد مدام بتموني عظام الرقبه حضرتي والله. طب شو طلعت؟ شو بها شو بها رقبتي؟ طلعت في عندي خرزة على قوة الضربة. ايه طلع عندي خرزة زرقاء يعني مزرقة على قوة الضربة. اه قلت له خرزة زرقاء بدي اقفل اتركها منيح على طيبة العين هاي اترك لي اياها. قال لا يا مدام ما فينا مجبورين ان نظبطها يعني مشان عن كرر تعمل لك مشاكل. اه كتر خير الله منيح. حط لنا هيدي الفاتحه هون. ايه
خاي منيح اللي بس طلع معك هيك. شو طلع بس هيك؟ ما خليني كفيلك يا رولا، فقدت ذاكرتي. هاي خبرية العطلة، فقدت ذاكرتي. فاضية؟ كيف فقدت ذاكرتك وعرفتيني؟ لك فقدت ذاكرتي شغلة وحدة بس، ما عم بتذكر قديش عمري يا رولا. ما عم بتذكر قديش عمري، ناسي نهائيا. مين ما سألني؟ ما عم بعرف شي. لا. سأليني قدي عمري. قدي عمرك فاضية؟ ما عم بتذكر، ما بعرف. اللي يومين بتفرج على الألبومات شوف الصور، بسأل العالم، بحكي مع جوزي بركي بتذكر عبس، ما عم بعرف قدي عمري، ما حدا قادر يعرف بقى. طيب وين تذكرتك؟ تذكرتي فقدت تذكرتي كمان. فاضية ناس بتفقد ذاكرتها، حضرتك فقدت تذكرتك، حدا بيفقد تذكرته؟ يا فقدت تذكرتي على قوة الضربة، وتذكرتي كمان على قوة الضربة، ما تذكرها كانت معي بالسيارة طارت من الشباك واختفت وضاعت فقدناها. ايه في باسبور بعد واخراج الايد. لا ما فقدت الباسبور كمان وفقدت الاخراج الايد، كلهم كانوا فرد دوسي انا مخليكم سوا تاكدهم يعني تاهي صار ما صار معي على الطريق، اختفوا. ايه في بيت النفوس فيك تروحي وتطلبي منه. فقدت لا زيت لسنكارا. سنكارا برينج ووتر فور مادام وميك 20 بوش ابس و 10 سيت ابس. معدي يس ايه ضحككم ضحكيني. سلامة قلبك يا فادية. ايه ايه فادت عمري ما عم بعرف قد عمري رح اخوت. وتقلي كمان ما عم بعرف قد تقلي هيدي هي يلا انتبهت ما عم بعرف لا تقلي ولا عمري. وانا بحمل تقلي بتعرفي. ايه سلامة قلبك. ولا ما تحكيني ضحكتم ما بعرف.